لو الحكاية فيها إن فيتو غضب أو غضب لا حرب ضد حرين الاستقالة واضح فيها كل حاجة. الله نور يا يعني بالضبط آخر نقطة هي اللي أنا مقدمش في الاستقالة بس بتاعة مذكرة توضيحية مبارح أن هم تأخروا أساسا في توقيع استمارات صرف الدعم الموجه للمغازل عشان تسحب فضلة القطن اللي هي 1,100,000 طن اللي هم اتكلموا عنها كأبطال قوميين. احنا هنصرف الفضلة عشان نخلي السوق للقطن الجديد, والرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمد او وزارة المالية اعتمدت 525 مليون جنيه دعم لتصريف فضلة السنة اللي فاتت, و 425 مليون جنيه لدعم الفلاح السنة دي. هم اخروا استمارة الصرف لحد يوم الحد اللي فات ده بس, فاصحاب المغازل ما صرفتش الدعم وبالتالي ما راحتش خالة الفضلة, وبالتالي التجار اللي اشتروا الفضلة ما تصرفتش من عندهم فما قدروش اساسا يروحوا يشتروا القطن الجديد. فالقطن نزل ل 850 جنيه في الدلتا او في وادي بحري بعد ما كان ده اقل سعر لوادي بحري 1000.